الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما هداكم كبروا كبروا استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الكريمات، إخواني الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، صلى الله عز وجل أن يكتب لنا أجر صيام وقيام ودعاء وسجود وتكبير هذه الأيام المباركات من شهر ذي الحجة. صلى الله عز وجل أن يعيد علينا العيد بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. تقبل الله أيها الأحبة الكرام. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهله وخاصته وأن يتوب علينا ويجعلنا من الفائزين. هذا يوم عيد أيها الأحبة الكرام. فباسم إخوانكم جميعا أبارك لكم هذا العيد السعيد، راجيا من الله سبحانه عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. يوم الجائزة، وندعو مع الناس اللي حاضرين والناس اللي غايبين والناس اللي كانوا معنا وتوفاهم سيدي ربي، يطلب الله تعالى يرحم الجميع. استووا، تراصوا، اعتدلوا، واجتهدوا في الدعاء. جزاكم الله خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير رحمة الله.
هل تريد ان تتعلم 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 ان ت